أعزائي الحب والمحبة بأسبوع جديد من برنامج كاريزما، وضيف حلقتي أكيد غني عن التعريف حسن نسيم. مرحبا. مرحبا، مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل الحضور على قناة دجلة وعليك أكيد. تسلم. إحنا راح نختصر أوكي مشوار حياتك بتقرير، راح نتفرج عنه وياك. تمام. جاهز؟ جاهز. يلا. فنان اليوم مقضيها دين بدين وجايتكم السالفة. هواية فنانين يصرحون انه الاهل دعموهم ببداية دخولهم بالمجال الفني، بس ان توصل لمرحلة ابوك يروح يداين لك فلوس حتى تبدي المشوار، هاي ما مطروقة قبل. حتى الماطور اللي كان يروح ويرجع بيه من السيدية للدورة كان متداينة من صديقه حتى يقدر يوصل لأحد المعاهد الموسيقية ويتعلم الطبقات الغربية بالغناء، بعد ما كان مستمع فقط بمعهد الفنون الجميلة بسبب صغر عمره. نعوف الديون شوية، ففنان اليوم بعد ما كان حلمه يغني ويوقع عقد مع إحدى شركات الإنتاج الكبيرة قوبل بالاستهزاء وقالوا له يا غناء لحية أنت ما طلعت لك بعد، جاوبهم الفنان حسن نسيم وقال عابركم مشي شبيكم تركبون. اهلا بالنجم حسن نسيم ببرنامج كاريزما. شنو رايك الابتسامه؟ يعني مواضيع هواي اختصرتها شويه، راد الهفد هواي يلا نحكي بيها. هو احنا الشرح المفصل راح نسمعه منك هم باختصار. شو تحبين سمعي على موضوع؟ بس هو شلون جايبها عبد الله؟ صح بالمضبوط؟ بالمضبوط كلش. أول شيء شلون يعني سوري، إيش قد كان عمرك من بديت؟ كان عمري يعني 17 16 أي 16. موضوع الديون أو موضوع أبويا شلون ساعدني إنه أراد إنه يشوف فد موضوع بيه انه يقدمني راح اداني فلوس وانطاني يعني سوى لي اغاني بس كل شيء ما صارت لي عمود تثبت موهبتك. ايوه خسر كل شيء يعني. هو كان اول واحد يسمع صوتك حلو؟ كان اول واحد يسمع صوته حلو، اول الداعمين بكل شيء يعني، والدي داعم حقيقي. الله. يعني مو بعدين ورا ما صار ابنه فنان قام يحب هذا الموضوع، لا قبل ما يصير يعني كان كل حفله حتى اذا ما راح اغني ضوج يحس كل اغنيه يمكن يسمعها فد باليوم حقيقي 50 مرة 100 مرة هيك يعني كلش داعمني كلش. الله يخلي لك. هاي حسب المشاهدات مثلا اليوم صعدت 2-3 صعدت هلقة صعدت هلقة صعدت هيك خابرني طبت هلقة 32 مليون مثلا في زيت هيك ما طبت هيك يعني. احنا نعرف الاهل انه يدعمون ابنائهم على مود الدراسة صح، بس انه يحاول يفوت للفن يمنعوه الاغلبية صح؟ صح صح، بس هو هذا هو شافه بي يعني انه انا احب هذا الموضوع. هو كان بس يسمع صوتي يعني مثلا يقول لي روح غني باي مكان، روح غني بهاي الحفله، روح غني باللقاء، روح غني بكل شيء، بس اهم شيء يصير. مثلا هو ليش اقول لك الداين؟ الداين في سبيل حتى اصير، حتى اتقدم، حتى يشوف حق، حتى يحقق لي هذا الحلم البسيط يعني بالنسبه. حسن بس انت صوتك حلو. اي بس كنت صغير ما كانت متكامل مثلا الحنجره، ما كانت متكامل الموضوع عندي. يعني الغلط بعمرك خلينا نقول انه بديت بوقت المفروض ما تبدي به. هو طلع هذا الموضوع مال استهزاء وهيك يقول لك بعد شيء رابط بشيء يعني تقرير جاء بمحله انه انا صدق رحت الشركه قلت له انه انا احب اوقع بهاي الشركه كلش معروفه، فقال لي انت يعني لحيه بعد ما طلعت لك روح يعني انت مال غنى هيك. فغنيت له اغنيه بخاطرك. اي فغنيت له اغنيه انا ايش قلت له؟ رجعت قلت له انه ابوي يحب هذا الموضوع وقلت له ابوي داعمني فانا عندي موهبه ليش ما اغني ليش ما جيت مصر؟ جيت مصر وغنيت له وقال لي توقع هسه قلت له لا ما اوقع بس حبيت اني اسمع. انا عندي معلومه انه والدك موقع مكانك صح هذا الكلام؟ بس مو بهذا يعني مو هذا الموضوع هذا الموضوع ما استهزئ وما شنو عفت الموضوع وطلعت هو قال لي توقع قلت له لا ما اوقع. والدي وقع من صار عمره 17 سنه وقع مكان يعني تخيل ايش قد سوى حتى بس اصير داين ووقع مكان عقل الله هيك يعني حقيقي مو كل واحد يطلع مثلا يقول انا والدي دعمني انا اهلي دعموني او شيء
يمكن دعمه ورا ما شافه انه نجم ويشوف كل واحد اهله دعموه يعني فد الاغلبيه ورا ما شافه ما بينهم نجم والعالم تحبه يعني شلون اقول لك رضى بالامر الواقع لا بس انا ابوي قبل ما اكون اصلا هو انا اصلا بعدني ما هو مصر اكثر منك هو مصر اكثر مني بالضبط ايه. انت الوحيد له لا احنا ثلاثه اني واخويا واختي اها ايه. الله يخليكم لبعض زين تتذكر اول اغنيه غنيتها اتذكر اول اغنيه غنيتها شنو كانت هي غنيت مال همين على كنا صغار نقعد وقت الغروب باب الدار ننطر جيت ابوني اسمعها بصوتك اسمعها يلا كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت ابونا يجي محمل ابونا اشكال والوان وتظل تلوم بيهمنا الحنونة تقول له تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان تتعب والصغار يضيعون لكن يبتسم بس وجهه متعوب وقميصه من العرق مقلوب لونه يقولها هذول حزام ظهر في ساعة الضيج ويقول لهم التعب يستاهلونه الله بداية تريد بتشيني هويلي ليش هيك؟ يعني اموت علي يعني اروح يعني كلش احبه اموت علي كلش يعني ثاني اصلا ما ادري ايش يصير بس احبه الله يخليه لك الله يخليك وان شاء الله تكون من اعلى الاعلى شكرا الخاطر الوالد لانت هسه ترتب انا كل شيء دا اسويه يعني اشوفه قدامي احقق له شيء يعني هو مو تعب وراد في الموضوع إن شاء يعني الله. كل شيء راح اسويه بالمستقبل وكل شيء دا اسويه وكل شيء دا اجتهد به هو قدامي يعني شلون واحد يخلي فد طاقه قدامي ان شاء الله انت تحب الدراجه انا ما احب الدراجه ابد شنو قصه الدراجه ولا سايقه بحياتي بس مره يعني فتره انا ابد ما احب الدراجه ابد ولا باسكيل ولا دنس ليش ركبتها لا ركبتها لان قلت لك انا حبيت شلون اطور من نفسي بس انا مدارس اوكي صوتي يعني حلو مثلا كان قبل بس انت ما تعرف بالموسيقى احنا بيتنا بالسيدي مثل ما طلع وكان اكو مدرس بالدوره يدرسني يعني يدرس هاي المقامات اللي انا اريد اتعلمها يعني جبرت نفسك ف استعانيت بدراجه من ولد صديقي قمت هيك وبعدين رجعت هي رجعتها اكيد يعني يومي انا اروح وارجع يعني حتى التكلفه مال روحه ورجعه هيك ذكرياتك باليرموك مو ذكرياتي بس يعني ولادتي بس ما اتذكر هواي شغلات من اليرموك يعني ما تتذكر شيء من عندها ابد يعني حد يمكن ولهذا عمرك انت مزايرها لا قرايبي كلهم هناك باليرموك يعني تروح يعني على مناطق موضوع سيدي اليرموك ما عندك بها ذكرى؟ لا حلوه ما حلوه؟ لا يعني مواعي عليها زين كلش بما انه احنا بعدنا بالمأساة تمام نتذكر شكرا نطلع من المأساة هاي نتذكر انه انت بداية عمرك شنو تعمل عماله؟ هم جتي فتره اشتغلت ما احنا لازم نتذكر المأساة كلها على مود شنو بعد نتذكر الحلو كلش عادي ما يتعب يعني هو شيء يجي بالسهل ما حلو اكيد ما يتعب يعني وياك وصل لمرحله حلوه طبعا بعدين يفتخر بكل شيء سواه قبل يعني عادي مهم مو موضوع شلون التجربه كانت؟ التجربه كانت يعني مريت بفتره شويه صعبه واهلي فد احتاجوا فد يعني انه لازم اشتغل او شيء فاشتغلت بس عماله حقيقيه يعني مو هيك عماله حقيقيه يعني هالنعومه يعني اروح للخلف اقول هالنعومه والكياته لا يعني من صار موضوع مهل او شيء بعد يعني من اروح للخلف اقول له انا اكمل البيت كله وانت زيد لي اليوميه فهو ايش قام يسوي؟ هو يزيد لي صديق اليوميه وانا اكمل البيت كامل عادي تحب تشتغل اي
زين انت بالوقت الحالي غير الغناء متواصل همتين بالعمل لو لا؟ يعني عندي عمل غير غناء؟ لا ما عندي عمل. ما عندك يعني لحن و هسه خلصت المأساة. حجي حسن يقولون انه انت حاج بيت الله. الحمد لله. سكت عمرك سويت كل هذا بس ردفتهم يمتى حجيت؟ يعني قبل برمضان، هذا رمضان فات. انت والوالد؟ انا وزوجتي. صدمات عمر مرة. زين ليش العالم مصدمة؟ انا كاتب فزت بيك وهسه يعني تقريبا اليوم شفت لا لا انا 30 مليون كاتب اهداء الى شريكة حياتي. الله يخليها لك. يعرفون انه الله يخليها لك. على الموضوع اعرفه اني بس انه شاب بعمرك يروح يحج بيت الله واعرف شنو هو بالوقت الحالي انه ملتهي دخل ساحه الغناء وبدا هسه انه الناس بدت حيل تعرفه فمو بحال انه يروح يحج. من رحت البيت الله يمكن كان ما حد يعرفني، من رحت البيت الله قام حالها تعرفني. صدق؟ الله وفقني يعني. انا هاي كانت امنيتي يعني انا وحسب هي مو صعبه يعني مثلا يعني حتى انه واحد يقدر اي واحد يقدر يروح بس اكو فد شيء كان يعني ما ادري ما يخليني اروح. يعني انا بعدين من تزوجت احس استسهل على قد الموضوع رحت البيت. واكيد التوفيق من الله. بس يعني ورا الزواج رحت حجيت؟ اي ورا الزواج. ورا الزواج. ورا الزواج تقريبا بشهر. شهر. اي. الله يخليكم سوا. شهر عسل صار. احلى شهر عسل امانه. شكرا. زين. نحكي شوي عن الموضوع فزت بيتش. اوكي. الاغنيه اللي الكل سمعها، ماكو احد ما سمعها، صح؟ الحمد لله اي صح. سولف لي شوي على هذا العمل. فزت بيتش. انا بالعمره فحبيت فد يعني من كملنا كل شيء بدنا نرجع، حبيت انه اهدي لها فد موضوع. فد اغنيه؟ اي. انا فزت بيتش قبل سنه سامحها، يعني دائما اقول ماي مو حلوه الاغنيه. وما اقول له شنو فزت بيتش بيت اخليك يعني مو حلوه. يعني احس اروح لموزع اقول له هاي الموضوع مو حلو. فبعدين جت ببالي فزت بيتش عرس هيك موضوع. فرجعت اني قبل رحت هو ضروري واحد يشوف الكليب. ما انا رسمت الكليب ببالي. يعني حتى اذا تشوفين الكليب اخراج اخراجي هو. اخراج حسن نسيم. انا كل الفكره انا جهزتها. وهم صارت صعوبات بالكليب. هاي الكوشه. هاي الكوشه اللي مال فزت بيتش. هاي خابرت قبل بيوم التصوير فخابرت بي جوا تجهيز كوشات هيك فقال لي هاي الكوشه تقريبا جهز لك اياها بمبلغ يعني كان شويه مو مال انه انطي او هاي شويه كان صعب فانا سويت طلعت ثاني يوم رحت للنجار اشتريت خشب اربع خشب رحت خابرت ثلاثه اصدقائي منهم المخرج مبينه وجهت علي وعلاوه اخويا وباسم رحنا الباب الشرجي اشترينا ورد وتول ها واخويا سواه كمله صار كوشه صارت الكوشه حلوه صارت الكوشه خبرت اصدقائي فرقه وهيك موضوع كل شيء ببساطه كل شيء كملته انه اي ببساطه بس بوقتها يمكن يوم نايم والله كموضوع يعني ما ادري انا ما حصدقه وما صدقه من 11 اصور لحد الوحده بالليل فزت بيتش عرقلاتي وايد صارت كهرباء ما شنو فانا وايد تعبت انا داشت يعني اجتهد اجتهد يعني رب العالمين يقول اسعى عبدي وانا اعينك وهيك شيء فاخر تيك تعبت كلش تعبت بعدين انا حكيت ويا نفسي قلت يعني جوز هذا التيك الاخير يمكن راح فد شيء يصير الاغنيه وهاي بعدين قلت ربي يعني انا دا اتعب ماشيه مشت مشت وبالفعل فزت بيها؟ فزت بيها طبعا خلنا نسمعها وفزت بيتش فزت بيتش اللبيت خليتش ويا غنوة غنيتش وغنيلتش وعلى حبي هنيتش وسندنتش وباريتش وسهرلتش وناغيتش وناغيتش وكم مقطع محذوف منها شي يقول يصفقون يصفقون بعرسنا خلي يصفقون يهنون ويهوسون يهوسون رحت فدوى لها العيون غرامك نور الكون
بدونك اقدر شلون اقدر شلون، وبيدك حلقه خليت ولك طشيت شكليت، يا بيت ونورت البيت البيت، قد ما بيت جنيت فزت بيك انا غنيت، يا لغيرك ما حبيت ما حبيت. الله. نطلع فاصل ومن بعدها راجع لكم اكيد. من بعد هذا الفاصل رجعنا لحسن اللي اسمه مو حسن. هاي شلون بالله؟ اللي اسمه مو حسن؟ والله يقولون مو اسمك الحقيقي حسن. ابوي اسمه مو نسيم. مو نسيم؟ لا مو نسيم. وانت؟ ابوي اسمه علاء الدين. واسمك حسن؟ ايه. متأكد؟ لا ما متأكد. هاي شفت معلومات يعني لا حسن لا حسن ولا نسيم. لا حسن ولا نسيم. ايه. شنو اسمك؟ اسمي حسين علاء. حسين على قريب حسن مشوها حسن ها سهلة اي اصح لك حسين لو حسن كيفك انا يصيح لي حسين يعني هاي يعرفني صار له زمان وقريب علي يعني من شلون من البيت او اقارب او اهل يصيح لي حسن لا جديد جديد على الشغلة راح اصح لك حسن اوكي انه هو اسم الشهرة هو تكلم كل يعرفني انه حسن حسن ما حد يقدر يصيح حسين حسن يقولون وين ما اكو عرس نلقى حسن يغني يعني لانه متاثر بالكليب مالتك انه عرس وفزت بيتش فانت تدعم ممكن. اي واحد تروح تغني شوف انا شلون اساعدك هم اسال السؤال وهم يجاوبون وهم يجاوبون يعني هي الدعوات دا تجيني ما اقدر ارفض اي دعوه يعني انا بيض انه هاي فد موضوع يعني حتى جوز استحرم ارفض دعوة حس رزق ودا قطعة وحس في موضوع دا قطعة احتمال لأنه الأغنية هي متركبة على العرس ممكن عالم حبت سويت وراها همين تريند على العرسان همين بل يشتغل ما شلون بدل عليها إذن تغني فزت بيج بالعرس وراها ايش راح تغني يعني شنو عادي بس فزت بيج أعرف بس قصدي أنه وراها شنو حتغني متهمتين لازم انه هوايك اغاني يعني فهذا يدل انه انت تسوي جو صح؟ صح ورا فزت بيتش ايش راح تغني؟ تخيل انه اليوم عرسي ايه وانت دا تغني يعني مثلا اغني ايش ورا فزت بيتش اغني؟ فزت بيتش غنيتها وراها ايش راح تدخل من اغاني هواي مثلا اغني جبالك كلهن يعني هواي اغاني ما راح يعني ساعه كامله ترى حتغني فد فت 50 اغنيه يمكن زين اكثر مطرب عراقي تحب تغني اغانيه عراقي ما معقول انه انت بكل عرس تغني بس اغانيك والله غني للكل والله يعني ما حتى يعني جوز اسمع الاغنيه ما ميز انه مال فنان او شيء يعني اغني للكل عادي اي اغنيه حلوه اغنيها مو اكو فنان اغني بس اغاني لا الكل اغني كل شيء اغني اكثر اغنيه قريبه اكثر اغنيه بقى. قريبه عليكم كذب القالاني مرتاح يا راح البلا ياكم تجين الله انا احبها تغنيها غنيها هي الاغنيه علي بدر لا عليكم كذب القالاني مرتاح يا راح البلا ياكم تجين عطش ذب الشفاف وعافني وراح متت لكن روني دموعي شلون ارتاح واصبر يا البعيدين وبد بفراقكم ما نامت العين شلون ارتاح واصبر يا البعيدين وبد بفراقكم ما نامت العين أتمنى أنا طير وعندي جناح ياخذني وعليكم يودي يا راح البلاياكم تجيني تجيني
عجبتنا هالصوت الحلو. شكرا. انت ايش قد عمرك؟ بس هذا يمكن ما حجاوبت عليه. ها يعني من تكبر احنا ما نعرف ايش قد عمرك، مو هاي سوالفنا احنا هم نسوي هيك. بس هذا عمري اليوم. هي يعبر. زين كل المطربين بدايتهم يرحون النصرة البدر علي صابر. تمام. ليش انت ما تعاملت وياهم لحد الان؟ تحياتنا للراقين اكيد. اكيد. تحياتنا لهم. نصرة البدر، ملحن علي بدر، الملحن علي صابر، كل الملحنين يعني حتى مو انه انا لحش عليهم ولا لا ولا طبعا تحياتنا لهم. يعني ما تقدر. بس يعني اكو شغلات يعني هي حظ وتوفيق وكل شيء لازم ينزل تخطيط بوقته. بالك يعني تتعامل وياهم؟ طبعا ليش ما اتعامل وياهم؟ اتعامل ويا الكل، اي اغنيه حلوه من شاب يعني من اللي بعمري اللي هسهم طلعوا الشباب هسه دا يبرزون، الكبار اللي الشرف هم اتعامل وياهم، الكل اتعامل يعني انا اللي الشرف اني اتعامل، حتى اذا انه حتى اذا الاغنيه انه حتى اذا اعرف ما تضرب وانه انسان هدا لي اغنيه قال لي غنيها ما اقدر ارده يعني هيك يعني من دول الملحنين الكبار يعني بس اكو انا عندي فد ثقه ورا هذا الحكي حكيته اكو ثقه بكلامي اللي راح اقوله انه جوز ملحن استوى شاب وجديد على الساحه ينطيك فثيمه حلوه واكو فد شغله يعني عند ملحن قديم ايه جوز يسويها لنفسه ما تضرب يعني مو كل شيء ملحن قديم تضرب لانه الشاب الجديد انه مواكب تطور الاذواق طبعا كل اي لانه جيل عن جيل كل فتره ولا جيل يعني هسه ايه المستمع اني اكو اصغر اكو اكبر اكو هيك يعني فهمت شلون؟ يعني كل فتره ولا جيل بس انا ثاقب فد موضوع انه جوز ملحن كبير يسوي لنفسه فد شيء جوز ما يضرب يعني مو كل شيء ملحن كبير يضرب مو كل شيء الا يضرب الا يعني حتى اذا تقعدين تتناقشين وياه تقول لها مثلا هاي الاغنيه حتعطيني اياها تضرب يقول لك يعني هاي بعد توفيق واي فنان لو يعرف الاغنيه هاي راح تضرب جوز يشتريها باي مبلغ باكبر مبلغ لو متاكد انه يعني طيب مثلا 100% انه راح تضرب هاي الاغنيه بس ماكو واحد متاكد انه الاغنيه راح تضرب يعني اللي افهم من كلامك انه تجي الفرصه خلي ببالك انه تتعامل ويا الملحنين طبعا علي صابر نصرة البدر علي بدر كلش يعني بس انا اقول لك انا مثلا اشوف هسه انا عندي البوم بحضره من شباب مبروك على اغنيتك البارحه نزلت الله يبارك فيك مو نزلت لك البارحه اغنيه اشكرك هسه الحمد لله بالترند اي الحمد لله نسمعها اوكي لا يروحون لليوتيوب يسمعوها كيفك لا نسمعها منك صارت قديمة حبك للأبد من هسه قلي إيش وقت تعوفني حدد لي موعد إيش قد يعني بعد ما بي حيل الصدمة من تخوني حتى أحس بحسابك حال اللي مشاو قالوها قبلك حبيب وما وفا ليش تشفاول على نفسك من البدايه؟ هاي موضوع انا مهم، هاي نازله للعالم، شكو مثلا عبركم مشي قريبا هاي الاغنيه مثلا عبركم مشي حلوه انا نزلتها مو انه انا عبركم مشي على انه داحتي على فد فئه وانه انا لا ولا اغنيه ولا قصدت بها احد ولا قريبا تسمع اخبار راح اشوفني قبالك واحد نايم بحضني وانت تهنى ماكو هيك حكي يعني مجرد انه بس اغنيه يعني لا مخيون ولا انا اللي عبركم مشي ولا قالوها قبلك حبيبي ما فوق احنا نعرف انه انت كلش هادئ وما تحب المشاكل بس مو لهالدرجه قلت لك بعد ما سالتك ترى انا ما نازل لاحد وما حاكي على احد مو عبركم ماشي اللي يسمعها يقول يعني هوايه مثلا اكو انتقاد واكو عالم حبه الاغنيه يعني اكو يمكن 20% انتقاد يقول يعني انه شلون دا يتكبر انه عبركم مشي وظلوا وراي حكوا ما حكوا هيك مو لباله شيء ياخذها على نفسه نزلها الفئه يعني هو منزلها الفئه والله ابد انا منزلها انا اوكي تمام تجامل بالوسط الفني؟ ابد بعد هذا الكلام اللي هسه انت حكيته هسه انت مو تقولين هادئ
طبعا تقولين كل شيء والعالم يشوف هذا الموضوع. بس انا عندي فد شغلتي يعني بحياتي ابد لو على حساب حتى انه اخسر هواي شغلات ما جامل ابد. ما تجامل ابد مستحيل يعني مستحيل اجامل حتى اذا مصلحتك يم احد اذا اخربها مصلحتي. واعرف يعني قبل كم يوم ايه اوجه له تحيه مدير اعمالي حموش صار فد موضوع انه هو دا يسوي فد موضوع المصلحتي. المصلحتي يعني مو الا هو مين يعني فهمت شلون هو يخاف على مصلحتي يخاف على حتى دا يخطط شكو شغله انه نمشي بيها انه نسويها. فموضوع انه كان بي مجامله قلت له مستحيل نجامل يعني هو المصلحه مو هو يجامل يعني مصلحتي الي فهمت شلون. بس اذا ما تجامل وتساير ما توصل لتريده ما اقدر يعني ما ارتاح فد موضوع انت شلون مثلا مو هاي سنة الحياة انطيش بس شغلة ها بس هاي شغلة حلوة بيدك بس انتي مو مرتاحة صحيح حلوة بس مو مرتاحة اوكي تجيني شغلة حلوة وهاي بس انا ما مرتاحة. صبر ما عندك نقول ابد مبين. ويا منو تحب تغني ديو ملحم زين احب يعني يكون هيك موضوع يعني انا هاي يعني انا مفكر بهن قبل فدا اقول شي يعني هيك ما اقعد افكر ايش في الموضوع. من العراق منو؟ من العراقي؟ والله ما افكر يعني. لا يعني هيك شلون... راح الح بس بعد مو الح بس لو مفكر اني راح اقول لك اسم فهسه انا فكرت بيه ايش بدي اقول لك اياه. بس مثلا من الحمزيه من قلت لك احنا انا صدق احنا عندنا اصوات تجنن تجنن لي الشرف اني اغني ويا الكل يعني العد انا يعني ما اعبر هذا السؤال يعني يضيفوني حتى اذا اغني انا ما اعبر هذا السؤال اعطيني اسم اوكي اغني ويا اسم يعني جلال الزين وزيد الحبيب. جلال الزين وزيد الحبيب زيد الحبيب تحياتنا لهم اكيد. من المطربين القدماء قدماء احب ناظم غزالي ابوي اللي يحبه انا ما احبه على حبه اكو شيء ابوي يحبه انا احبه. نسمع الملحم زين اغنيه بصوتك اوكي. تخيل انه انت تسوي ديو ويا منو تحب تغني ديو ملحم زين احب يعني يكون هيك موضوع يعني انا هاي يعني انا مفكر بهن قبل فدا اقول شيء يعني هيك ما اقعد افكر ايش في الموضوع. من العراق منو؟ من العراقي؟ والله ما افكر يعني. لا يعني هيك شلون... راح الح بس بعد مو الح بس لو مفكر اني راح اقول لك اسم فهسه انا فكرت بيه ايش بدي اقول لك اياه. بس مثلا من الحمزيه من قلت لك احنا صدق احنا عندنا اصوات تجنن لي الشرف اني اغني ويا الكل يعني العد انا يعني ما اعبر هذا السؤال يعني يضيفوني حتى اذا انا ما اعبر هذا السؤال اعطيني اسم اوكي اغني ويا اسم يعني جلال الزين وزيد الحبيب. جلال الزين وزيد الحبيب زيد الحبيب تحياتنا لهم اكيد. من المطربين القدماء قدماء احب ناظم غزالي ابوي اللي يحبه انا ما احبه على حبه اكو شيء ابوي يحبه انا احبه. نسمع الملحم زين اغنيه بصوتك اوكي. تخيل انه انت تسوي ديو ام عايش دهانة يا حبيبي من دونك هجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت رجع هجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت رجع ممنونك انا. الله انت تشوف نفسك مطرب وصوت حلو لو ملحن؟ لا مو بالتلحين يعني التلحين تطلع بس انت لحنت اغاني لك. لحنت اغاني لي ولحنت لغيري هواي. المنو لحنت؟ يعني لحنت باي خليك شو هذا الموضوع شكو شاب يريد يعني احس في الموضوع اني قبل معاناتي وهيجي يريد اغنيه مستحيل اخليه ببال اغنيه وما انطيه
حتى اذا صوته ما حلو؟ لا صوته ما حلو، صوته حلو نطيقني عادي. ضروري لازم يعني صوته حلو يعني هساني، يعني هذا كلام يعني قدام العالم وقدام هم يعرفون يعني المطيهم تقريبا هسه راح تنزل في تقريبا 15 اغنيه انا مطيهن ما ماخذ دينار ابد ولا ماخذ ولا فلوس ولا اي شيء تحس ولا اقول لهم اني تحس اللي مريت بيه اي احس اللي مريت بيه يعني كل حذافيره يعني مثلا هو متاخر وما عنده اغنيه او شيء ويشوفني يقول لي حسن اريد اغنيه مستحيل اقول له ما عندك نقدر يعني هسه بالمستقبل راح ينزلن تقريبا 15 اغنيه الحاني ما تاخذ اجور؟ ابد والله ما ماخذ يعني هذا الكلام اقوله ما بيني وبين رب العالمين ما ماخذ دينار على اي لحن الحمد لله نقدر نسمي انه الماضي قاسي طبعا يعني مستحيل احنا نعرف مستحيل اقسى على واحد انه كان يعيش نفس الظروف اللي انا عايش انا ما اقول لك انه انا كنت معايش حياه لا ابويا كان يعني ابويا كان يشتغل له فد مبلغ يبقي بس بمعاناه يبقي 1% له ويعطينا البقيه بحيث انه ما مقصر علينا باي شيء أصحابك بس معاناه كبالفن ايش كانت صعبه كبالفن معاناه بالفن اوكي مو اني انا القصدت انه اذا الماضي كان قاسي مرور الوقت يا اما تصبح انسان قاسي يا اما تصبح انسان صح معطي اكثر صح اكو عالم تصبح يعني تصير قسوه عندهم بالضبط يعني انا قبل 3 ايام والله انطيت اغنيه هي كانت لي ابو حال الموضوع انطيت اغنيه كانت لي انطيتها الفنان فواحد شكرني بالنيابه على الفنان لين انطيت هاي الاغنيه قلت له هذا قلت له جوز الله راح يوفقني بهاي الاغنيه الجديده يمكن على مودي عادي يعني طو اعطي شيء عادي اعطي حتى الاغنيه مالتي راد اعطي عادي يلا كل التوفيق لك احنا عندنا فقره افتح سبيكر تمام اريد بما انه انت ما عندك ولا مشكله ويا فنان صح وتقول انه كلهم اصدقائي وكلهم احبهم ويحبوني أوكي. اريد واحد قريب من عندك من هذا الوسط تتصل عليه وتفتح سبيكر انا ما عندي مشكله ويا فنان لان انا ما عندي علاقات قويه بهذا الوسط يعني انا شلون منعزل على في المواضيع يعني علاقات قويه ما عندي صديقي كلش يعني اوكي هواي فنانين اصدقائي بس يمكن بسبب الشغل نشاف بس بالشغل او من عندهم او اي فنانين يشافون كبس على وقت الشغل ما صار بيناتهم مخابره هو عنده التزام غير عنده التزام انا عندي التزام فهيك مواضيع تصير هسه على منو راح تتصل؟ ما اعرف والله ما اعرف تتصل على فنان افتح عليك خط بسرعه راح اتصل فنان انه احترم مسيرته الفنيه احترم حبه للعالم احترم حبه لعائلته يمكن يعني انا احبه فنان جرب ما تقول لي اسمه تقول لي اسمه لو بعدين تعرفي يلا السلام عليكم وعليكم السلام عمو جلال شلونك هلا حبيبي شو اخبارك شلونك شو اخبارك احنا برنامج كاريزما مع ست فاطمه على راسي مرحبا بيك سلام قالوا لي اتصل الفنان فقلت له اني علاقاتي بالوسط يعني قليله فقلت له راح اتصل صح. الفنان احترم مسيرته احترم حبه لعائلته احترم كل شيء فدوى لعمرك حبيبي لي الشرف اكيد وياك ست فاطمه مرحبا مرحبا شلونك اهلا ست فاطمه شلونك الحمد لله تمام شلون اخبارك الله يسلمك والله ماشي الحال احنا نقدم لك دعوه البرنامج كاريزما تنورنا والله على راسي والله لي الشرف تسلم والله ان شاء الله ارتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شو مسبب هاي الاغنيه مال عطرك الحمد لله هذا مو بس نجاحي وحدي نجاح الكل اللي ساعدوني بالاغنيه من الملحن من الموزع من الشاعر من الناس اللي ساندتني الحمد لله والشكر الف الحمد لله والشكر والله ما يعني تفتح التلفزيون تسمعها تفتح التيك توك تسمعها تفتح اليوتيوب طلع العراق كله مضروب بوري كله يبكي مو عارفه صدق كله عندنا نقص نسمعها شوفي بعيد
أي تفضل. أنا صراحة بهاي الأغاني بالأخص أنا أنقص يعني فد موضوع أنا مريت فيه، بس هو أكيد يعني أنا مو وحيدا فريدا بالدنيا وبالعالم حتى أكون بس أنا اللي مر بهذا الظرف. جلال 100% هو هواية ناس يعني دا تمر نفس الحالة اللي أنت مريت بيها. كلنا مارين فراق الأب، يعيشوها فراق بالضبط. الزوجة، الأخت، الأم، كل فراق هو يعني فراق الحبيبة همينة مؤثر جدا يكون. نسمعها بصوتك؟ يلا يلا حسن تغني وياه؟ أوكي يلا راح نسمعها سوا. يلا أنا صراحة أنا أحب صوت حسن همينة. أنتوا حتغنوها سوا؟ يلا يلا قلبي يلا حسون يلا. الفراغ العيف تبحضاني بشر ثاني ما يملي، عظيم غيابك مأثر علي وشوف شكلي. يا بعدك هدني هد، لا بعد ما رجع مثل الأول. الله أنا عذرك وانتهت الوعد بس غيابك مطول. الله صوتك على صوتك. ان شاء الله ما طول عليكم. ان شاء الله ننتظرك من نجاح النجاح. جلال الوردة التوفيق لي التوفيق لك حبيبي. تسلم لي. واني اريد اقول كلمه لحبيبي واخو حسن، ان شاء الله من احسن الاحسن ان شاء الله. التوفيق الدائم. واني جدا جدا يعني شلون اقول لك، الداعم الاول الحسن. صحيح. انا اذا تلاحظين كل الحفلات اللي اكون بيها لازم حسن وياي. فحسن يعني ما شاء الله بيشتغل على نفسه صح، وصراحه احنا نقول ده يجاهد صدق يستاهل فعلا. الساحه الفنيه مو خاليه، كلها نجوم طبعا وكلها اسماء. فصعب اليوم بهالنجوم وبهالاسماء يبرز احد. صحيح. يعني الحسوني اقول الله يوفقه ويحفظه ودام بمسيرتك وبعملك، وابد ابد 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 لا تختلف على حتى نفسك. يعني الله وين نفسك انت عايش؟ نحطك انت قدامي. انت طيب وكل شيء. انت حسن الانسان العادي، لا تعيش انه انا حسن نسيم وانا فلان. لا، حتى لانه العالم الناس اليوم مهما تكون قريب منهم وبتماس وياهم راح يحبوك. صحيح. فأنا هاي نصيحتي الحسوني، وهو أكيد يأخذها بعين الاعتبار لأن أنا أخوك كبير إن شاء الله وكبير. الله تسلم. تسلم جلال. تحياتي لك. تحياتي. شكرا حسن. شكرا حبيبي. شكرا على كل كلمة قلتها. أشكرك. شكرا لك. تدور روح لك. شكرا. هلا. مثل ما قلت لك إنسان طيب. إيه لا أنا جلال أحب البي حبه الأهل لأخوته ويا الناس. وبعد شلون قصة قال لي في الموضوع انه قال لي خاف بعدين بالمستقبل، نصحني النصيحة اللي هو ماشي بيها. لا جلال يعني يساعد. صح. انا اعرفه وقلبه طيب. صح. وهو صوت ما حد يختلف عليه. طبعا. بس يا جلال يعني كافي يعني حزين. تعرف كل ما تنزل اغنية الكل تعيش الحالة. صح. امانة صوت جميل. كل التوفيق لك. الله يوفقه ويحرسك. نرجع لك حسن. اوكي. مصايب لو فرح. كاريلا لو جيب. كاريلا لو جيب. هي كانت جيب بالبداية، بعدين كانت لا كاريلا، بعدين صار جيب. ايه. يعني هاي أول وحدة وأخير وحدة. بس بعدك بعدين. يعني شلون واحد يقول كلمة بعدين يقول هذا خاف علي. يعني أنا أحب. خليها ويا نفسك. كل أربع أشهر. أي. انت تحب السيارات؟ اي احب السيارات. زين شنو عشت معاناة ويا الكوريلا؟ كوريلا يومي عطلات. وتعرف شنو؟ احنا مثلا هسه انا شخصيا اكو سيارة اقول الله ايش شفت عليها خير. صح. اكو سيارة اقول لا اريد ابدلها، يعني شفت بها ايام ما حلوة وسودة. لا الحمد لله كلنا شفت عليها خير. الحمد لله. الحمد لله. تفاؤل بس بالخير. الجيب احسن مو؟ الجيب احسن. يعني القصد انه على وضعك قبل على وضعك بالوقت الحالي. لا الحمد لله على وضع قبل على الوقت الحالي، بس قلت لك انه انا موضوع السيارات احب ما ادري ايش ابدل. حتى الكورونا ما طولت هواي وراها اكو سيارات واكو سيارات. بعدين هسه عجيب حبيتها ما ادري ليش.
تمام. تتذكر اول اجور اخذت؟ اي اتذكر طبعا. ماكو واحد ينسى، خاصة انا يعني يمكن قبل، يمكن قبل 3 سنوات اخذت اقل اجور، كانت 50,000 اول اجور. اخر اجور؟ اخر اجور؟ صعبة؟ يعني نحكيها عادي؟ ما اعرف انا نحكيها لا. او اذا انت ما تريد تحكيها ماكو مشكلة، شوف انا ايش قد طيبة وياك. بس نقول فوق الخمسين كم ضعف؟ فوق الخمسين 50 ضعف. هي يعني صح 50 ضعف. 50 ضعف؟ يعني 100؟ لا يعني 50 ضعف. انت قلتي كم ضعف؟ اها يعني الامور متيسرة الحمد لله. اوكي، اكثر اغنية انت تحبها لك؟ اكثر اغنية انا احبها انت غنيتها بصوتك؟ اكثر اغنية احبها لي انه بين كل صوتي. بس هي انه بعدها ما نازله، انه سجلتها وهالفتره راح تنزل هاي الاغنيه، انه اللي يريد يسمع صوت حسن نسيم يسمع هاي الاغنيه انه بين كل صوته. نحكي شويه على جديدك اللي هسه. تمام. قلت انه اني مسوي البوم. مسوي اوكي البوم. قبل الالبوم نزلت لك اغنيه هي كانت ببارحه. صح لو مو صح؟ صح. هاي الاغنيه انه شلون انه واحد دي واكب، بس الالبوم متجهز متصور 2 من الألبوم. واحدة صورت ببيروت واحدة صورت هنا بغداد. وبقى تقريبا 4. تمام. الأغاني يعني فكرتين كلش حلوة. أكو من الأغاني يعني أنه أنا كلها طلعت في زيت بيتش في دول حليقة، هواي أغاني كلها فرح. هاي الأغنية كلش مود معاكس يعني الأغاني. حزين كلش، نقدر نقول حزين. قصة هاي الأغنية. متخيل نفسك انه انت ببدايتك طلعت باغنية كلش فرايحية، بعدين تطلع فد شي حزين؟ ممكن يعني، لانه انا مو بس هذا اللون اغني، اغني هذا اللون واغني هذا اللون واغني. وين تشوف نفسك؟ تشوف نفسك بالحزين حسين لو حسن؟ بالحزين يعني كنت اغني، من كان اسمي حسين هواي كنت اغني حزين. نقول حسين. حسين. بالفرايحية. حسن. حسن. أنا أريد من عندك اعتراف جمهورك ما بعترف فيه من قبل. اعتراف الجمهوري؟ اعتراف يعني بشيء أنا ما بعترف به لحد؟ ما بعترف به لحد. يقولون إنه أنت عندك قبل قصة حب فاشلة. أنا قلت هذا الاعتراف عمود أنت تنطينا غير شيء. لا، ما شيء راح أقول لك هذا الاعتراف لين. أنا أعرف ده. علاقة يعني علاقاتك عابرة يعني في الموضوع. علاقات عابرة. ماكو اعتراف. اعتراف؟ والله ماكو اعتراف. لا لازم صدق يعني ماكو ما اعتراف. ما اختم ابدا يعني. تختمين تريدين باعتراف؟ الجوز اختلف عليك ورا الاعتراف. صدق ماكو اعتراف. لا اي شيء يعني حياتي ورقه بيضه يعني ماكو اعتراف في شيء مو معترف به وخطر و... يعني مو شرط انه انت تدخل بالخصوصيه. ماكو والله يعني هسه دا افكر عن دا اطلع في شيء ماكو يعني يعني بشي. شنو تنهزم من المدرسه وانت صغير؟ شنو تكذب على والدك في موضوع مو اصلا جتي سنه انا مداوم بيها ما ادري شلون ليش، بس انا ما انصح بيه يعني ابد يعني. انا احب كل واحد يكمل ويدرس هذا الموضوع ما انصح بيه ابد، موضوع كلش مو زين. زين كل حسن هي. اذا الله رزقك بطفل مو تعال جهاله ان شاء الله يصير عندك ذريه صالحه ان شاء الله يا رب. كبر وراد يفوت لهاي الساحه تقبل من الداعمين مثل الوالد لو لا؟ شوفي انا مو يعني ما صار فتره هوايه بهذا الوسط، بس انا تعبت يعني ماكو شيء يجي بالسهل. نشوف حسن نسيم انه بعراس مثلا جاي تيح له الفرصة انه دا ينزل باماكن تليق بالتعب، فهو كان اكو تعب كلش كبير، تعب يعني بحيث اصدقائي يطبوا لي مثلا على اي موقع
التواصل الاجتماعي يطبوا لي يقولوا لي تستاهل يعني انت والله صدق تعبت، كلها تكتب لي هالكلمه والله تستاهل انت صدق تعبت صدق تعبت. يعني انا ما وقفت، يعني انا بعدني احس نفسي انا كل شيء ما واصل، يعني والله العظيم ابغى على نفسي احس كل شيء ما واصل، بس انا دا اتعب. ها بالك وين توصل؟ اريد اوصل فد شيء كبير اخلي ابوي يفتخر بي، يعني طموح فد شيء كبير ما مخلي اي احد يعني مقابل فد شيء خارج كبير العراق. انه هو يفتخر بي. شوفك الموضوع ليش خارج العراق؟ هو بغني قصدي العيشه، انا معروف مو قصدي العيشه، قصدي انه انت تشتغل خارج العراق. يعني انا فد موضوع ببالي حاطه، شكو شيء ابوي راح يفتخر بي راح اسوي. يعني في سبيل يعني على سبيل المثال اجت فتره كلها قامت تخالف، تعرف مو صح، قامت تحكي حكي حتى تبرز. والله ما خالفت بشعره حتى قلت بالاخير ما يصح الا صحيح، يعني ما يصح الا صحيح، راح اطلع بفد شيء محترم للعالم. ولين يعني وهذا مثال انه العوائل تحبني، الجهال كلش الجهال. تريد انه كل الاجيال تحبك؟ يعني اريد 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 فد رضا، يعني مو يعني اريد ما اريد اطلع بصوره ما حلوه قدام عالم، ما اريد فد يوم يعني هذا راح اشيها هسه بعد فد 20 سنه حكي يبقى نفسه، انه ما فد يوم راح اخسر ثقه احد انه اطلع بصوره ما حلوه، ما راح اطلع بشيء ما حلو يليق بالكل، راح اخلي الكل يشوف حسن نسيم وعادي ومرتاح. مثلا عائله جاي تريد تشوف حسن نسيم هي بالبيت، جوز ما تخلي طفلي يشوف، لا انا اريد الطفل يشوف. يعني كلش يعني 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 ما كنت محسب انه موضوع اطفال او شيء يحبوني، بس انا وين ما اروح اطفال تفتر وراي. والله العظيم اطبق من منطقه الاطفال، اطب حفله فد 20 طفل واقف ابو المطعم يجي واخرهم، اي اغنيه غنيها وما يغنون. هي الاغنيه مال فزت بيج حبتها كل الفئات. لا ما شيء يحبون يحبون هاي مال ايش لون بدله عليها يا ابوي. يلا نسمعها. وشلون بدله عليها يا ابويا قواني ومخيطيها وجاني من عندها طفل طلع على امها مخبل. يعني هاي الموضوع كله الجهال انه يحبوا. هاي وين تغني هالاغنيه؟ هاي يعني هم يطلبوها من عندي بالاعراس بالنفسيات كل شيء يحبون هذا الموضوع. احنا على طاري اللقاءات اول مره تطلع لقاء، الثاني مبتعد صح؟ ان شاء الله اللقاء الثاني برنامج عندي جديد ان شاء الله. انت همات يا الضيف ان شاء الله بعد. موجود يعني انت من اللقاءات اللي يعني واحد يحب يكون موجود بهذا اللقاء، لان اللقاء راح يطلع بصوره صحيحه. انا اتشرف، لازم اوظف نفسي بصوره صحيحه. اشكرك والله، واني لي الشرف انه جيت هنا انا وكل كادر قناه دجله على راسي. انت عندك مستقبل يجنن ان شاء الله يا رب، صدقني ان شاء الله. صوت حلو، كاريزما حلوه، لطيف، هدوء، كل التوفيق لك. اشكرك ان شاء الله يا رب يتحقق حتى ولو جزء بسيط. انا كل شيء راضي، كل شيء راضي صدقني، هيك او هيك راضي عادي الحمد لله. دوما احنا مش نريد، نريد من نجاح النجاح ان شاء الله. طبعا قلت لك انا ما راح اوقف، ورب العالمين يقول انا كلش مؤمن بهاي السوالف كلش، يعني يقول اسعى يا عبدي وانا اعينك. يعني خلي اسعاني والبقيه خلي على رب العالمين. يعني البارحه انا جاي نشتغل على الاغنيه، ف احنا دروج الاغنيه، فقال لي لا تفكر بالرقم هاي. قلت له والله وداعتك حتى اذا ما اسوي اي شيء. قلت له ما اريد اصلا اسوي اي شيء، قلت له انا مجرد انه جاي اعين نفسي، انه جاي انزل، مو مهم انه تسوي لي شيء او لا الا اسوي لي شيء مثلا اضوج اذا ما سويت لي شيء، لا هذا يعني شيء بيضرب العالم. شلونك ويا السوشيال والتفاعل وهاي الامور؟ يعني زين. يعني تحب هاي الاشياء؟ نشط؟ نشط، لان يعني هسه يمكن تشوفين انه انا ارد ستوريات الانستغرام كلها. العالم تقول لي شلون يعني ما تتعب ترد العالم كله؟ يعني اشوف واحد يعني افكر انه ادخل انا بذاتي اقول خطيه هو ناشر لي، وهاي حتى ينتظر انه انا جوز انشره او ارد عليه او اشوفه، فاقول انا ليش اعوفه هيك همله؟ خب خليني ارد عليه. واللي ما اشوفن مدير اعمالي يقول لا تردن. ان شاء الله. انا كلش حزنانه لانه وصلنا لختام الحلقه، سوالف وياك كلش حلوه. اشكرك اني قبل ختام الحلقه احب اوجه تحيه اكيد القناة مغنى ميوزك عامه، احب اوجه تحيه اداره اعمالي اللي هو سبب حموش،
وحب أوجه تحية عثير وأستاذ عصام عيدي، حب أوجه تحية لأبوي شاركوا النجاحك كلهم، وأهلي وأمي وقرايبي وكلهم كلهم على الرأس يعني كلهم أحبهم. وإحنا نحب نقول لك أنه من نجاح النجاح إن شاء الله كل التوفيق لك، ونشوفك أكبر نجم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا راح أختم وراها راح أرجع تغني لنا أغنية. تمام. تمام؟ تمام. حضرها للأغنية. أوكي. راح أختم. وصلنا وياكم لختام حلقتي، انتظرونا بأسبوع جديد وضيف جديد، إلى اللقاء. مسوي نفس مغمض ومو شايف، حسب مزاج معدي يا مسواليف، لأن إذا أركز بهالعالم يعني أعيش العمر كله خايف. الله. ضحكاتي ما جايبها من جيب أحد، ولا مسحت اشتاف خاطر صعد، ولا ما قلت للأسود أنت أبيض، ما نافقت له بوجهه قلت له أسود. حياتي عايشها أنا بنيها فلشها، ما أحب أناقشها لأن هاي حياتي.